كان فاضل على فرحي 24 ساعة. كنت فاكرة انهم يعدوا بسلام، لكن للأسف عدوا عليا كأنهم 24 سنة. انا كنت بعد الايام والساعات علشان اللحظة دي، بس بعد اللي حصل لي تمنيت لو العمر كله يقف هنا، يقف في اللحظة دي من غير ما يقدم ولا يأخر ولا حتى ثانية. واللحظة دي كانت قبل فرحي بيوم بالظبط، لما كنت في الشغل واتفاجئت بشخص داخل عليا وبيقول لي: حضرتك أنسة ملك؟ قلت له وانا مستغربة: ايوه يا فندم انا ملك. قال لي بهدوء وثبات: انا ابراهيم رشاد، والد وليد خطيبة. ما استغربتش انه يكون والد وليد، لان فعلا الاسم مظبوط، بس استغربت الزيارة المفاجئة دي. يا ترى عايزني في ايه؟ انا اصلا اول مرة اشوف، وده وضع طبيعي لانه اصلا مش عايش مع وليد. وليد من صغره عايش مع مامته بعد انفصالها عن باباه، والغريب ان وليد قال لي انه مسافر وما يعرفش حاجة عنه نهائي. قلت له بحيرة: اهلا يا عمي، الحمد لله على سلامتك. هو حضرتك رجعت امتى من السفر؟ ضحك ضحكة غريبة وقال لي: هو مفهمك اني مسافر؟ طول عمره جبان ومش هيتغير ابدا. ما كنتش فاهمة قصده، معقولة ممكن يكون بيتكلم عن وليد؟ قلت له باستغراب: حضرتك تقصد مين؟ قال لي بحزن: قصدي وليد ابني، وليد ابني الوحيد والمفروض انه سندي وظهري، بس للأسف هو ده بصمة العار الوحيدة اللي في حياتي. كلامه خوفني. ايوه خفت طبعا، ده بيتكلم عن خطيبي اللي كمان كام ساعة بالظبط هيكون جوزي. قلت له بلهفة وحزن: ليه حضرتك بتقول عليه كده؟ وليد شاب محترم والكل بيشهد له بده. قال لي: ده الظاهر بس، لكن في الحقيقة انتي ما تعرفيش عنه حاجة، عشان كده حبيت اعرفك وافهمك قبل ما تتدبسي في الجوازة دي. وقبل ما يكمل كلامه واحد زميلي دخل علينا، وطبعا الكلام اتقطع. والد وليد مشي وسابني لوحدي مش فاهمة حاجة، بس وهو ماشي قال لي جملة غريبة قوي، قال لي: فكري في كلامي يا ملك يا بنتي، وليد وامه وراهم مصايب كبيرة، مصايب محدش يقدر يستحملها ابدا، واوعي تقولي له اني جتلك، كده هيتاكد انك كشفتيهم واكيد هيحاول يتخلص منك. روحت البيت وانا مصدومه من كلامه جدا. انا مخطوبه لوليد بقالي سنه وعمري ما شفت حاجه وحشه منه، حتى مامته ست طيبه جدا وفي حالها، هي اصلا مريضه جدا والمفروض انها عايش معاهم في نفس البيت، وما كنتش متضايقه نهائي من كده. ايه يعني لما عيش مع حماتي في بيت واحد؟ ايه يعني لما اخدمها ورايها؟ مش يمكن الاقي معاها مشاعر الامومة اللي اتحرمت منها؟ مش يمكن تعوضني عن حرمان الام طول السنين اللي فاتت؟ يمكن تعوضني عن قسوة وعذاب مرات ابويا، العذاب اللي ما يعرفوش غير اللي جربه بس. انا امي ماتت وانا في تالتة ابتدائي، ماتت وسابتنا انا وبابا لوحدنا، وبالاخص سابتني انا لوحدي، لأن بابا خلال كام شهر كان اتجوز، كان دايما يقولي: أنا اتجوزت عشانك. بصراحة كنت بصدقه في الأول، بس مع معاملة مراته القاسية عرفت الحقيقة. الحقيقة أنه اتجوز عشانه هو، عشان راحته وسعادته، إنما أنا راحتي وسعادتي اتدفنوا مع أمي، وفضلت عايشة سنين عمري كلها من غيرهم، عايشة لمجرد العيشة. وطبعا بابا نسيني في زحمة الحياة وانشغل بمراته الجديدة وعياله اللي منها، اللي هم اخواتي، بس للأسف اخوات في الورق بس. علاقتي بيهم كانت جافة جدا، حاولت معاهم كتير، حاولت اقرب ليهم واحتويهم، بس هم كانوا رافضيني تماما، وطبعا امهم هي السبب في كده الله يجازيها. عشان كده وافقت على اول عريس اتقدم لي وهو وليد، وافقت عليه عشان اهرب من شبح مرات الاب اللي بيطاردني. كنت محتاجة احس بالحب والحنان، انا حقيقي ما كنتش محتاجة غير حضن دافي استخبى فيه، حضن يحتويني ويطمني. وبعد ما لقيت وليد وخلاص هتجوزه كمان 24 ساعة يحصل لي كده؟ هو انا ليه فرحتي مش كاملة؟ ليه ابو وليد يظهر دلوقتي بالذات ويقولي الكلام ده ويخوفني؟ كان لازم افهم الحقيقة، كنت عايزة اتصل بوليد واسأله.
بس افتكرت كلام أبوه وخفت جدا، وفي الآخر اتصلت وحاولت أسأله عن والده بطريقة غير مباشرة من غير ما أحسسه إن أنا شفته. قلت له وسط الكلام: صح يا وليد، قلت لباباك على ميعاد فرحنا؟ رد عليا بصوت متردد وقال لي: لا ما قلتش، ما انت عارفة انه مسافر من زمان. حسيت برعشة خوف من صوته، نبرة صوته نفسها خوفتني. هو ليه خاف بالشكل ده؟ معقول يكون كلام بابا صح؟ معقول وليد وراه مصايب كبيرة؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي يا ربي؟ انا كاتب كتابي بكرة، يعني كام ساعة؟ قفلت مع وليد من غير ما اقوله الحقيقة، وللأسف ما قدرتش اعرف منه اي معلومات عن بابا. هو طول عمره ما بيتكلمش عن ابوه خالص، كل كلامه عن امه بس، هنيتها وطيبتها. ولما كنت بسأله عن ابوه كان دايما يتهرب بالاجابة عن الاجابة بجملة: معيشتش معاه كتير، ما انت عارفة انه دايما مسافر برا مصر، انا معيشتش غير مع امي بس. بس ابوه لما جالي قال لي ان عمره ما سافر برا مصر. حسيت بصداع هيموتني، ما كنتش عارفة احكي مع مين، ما لقيتش غيره قدامي. بابا، بابا لازم احكي معاه ويسمعني، انا بجد محتاجه له قوي، محتاجه اسند على اي حد حتى لو هيجاملني. عشان كده رحت لحد عنده وقلت له: بابا لو سمحت عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. رد عليا وقال لي: خير يا عروسه؟ خير يا حبيبتي، عايزاني في ايه؟ بصيت على مراته اللي قاعده في وسطنا وعامله نفسها مش سامعه، قلت له: عايزاك لوحدك لو سمحت يا بابا. وفي ثانية الدنيا ولعت حريقة، ازاي اطلب من ابويا دقيقة من وقته؟ ازاي اقول له عايزاك لوحدك؟ قامت سعاد من مكانها وهي بتمثل الحزن وبتقول له: انا سايبالكم البيت كله وماشية، اصلا انا العزول اللي هتنكد عليكم فرحتكم. طبعا بابا قام وراها يكبر بخاطرها ونسي خاطري اللي انكسر من سنين، ده حتى ما فكرش بعدها يسألني كنت عايزاه في ايه، نسيني زي كل مرة بينساني فيها طول السنين اللي فاتت. عشان كده قررت اتجوز وليد واتجاهل كلام ابوه، مهما شفت منهم هيكون احسن من العذاب اللي انا عايشاه دلوقتي. لازم اتجوز واتخلص من جحيم مرات ابويا اللي انا عايشة فيه باسرع وقت، ومهما كانت النتيجة هتحملها عادي، يعني ما انا طول عمري متحملة وساكتة. وفعلا اتجوزت وليد وانا فرحتي مكسورة، كنت خايفة منه وفي نفس الوقت شايفة ملجأي الوحيد. مامته سابتنا أول أسبوع لوحدنا وقعدت عند أختها، كان أسبوع جميل قوي، تقريبا كده كان أحسن أسبوع في حياتي. اكتشفت فيه إن وليد إنسان بمعنى الكلمة، حنين قوي وطيب لأقصى درجة، شفت فيه الأخ والأب والحبيب. استغربت قوي كلام بابا، ليه يقول عليه الكلام البشع ده؟ ليه يشوه أخلاقه بالشكل ده؟ فكرت احكيله عن مقابلة بابا ليا، بس مش عارفة ليه كنت مترددة وخايفة. عشان كده حاولت اتناسى الموضوع وحمدت ربنا من قلبي على حياتي الجديدة وعلى وليد اللي اعتبرته هدية ربنا ليا. بس للأسف اكتشفت بعد كده ان دايما البدايات بتخدعنا، دايما بتتجمل وتتلون على اللون اللي بيستغل عينينا، ومع الوقت يبدأ لونها ينطفي خطوة خطوة لغاية ما يوصلنا للون الأسود، ومن هنا بتبدأ الحقائق كلها تظهر وتوضح أكتر من أي وقت فات. بعد ما عدى أول أسبوع والدة وليد اللي هي حماتي رجعت تاني البيت، أنا من زمان شايفاها هادية وفي حالها، وفعلا هي ما كانتش بتتكلم كتير، هي أصلا مريضة وحركتها قليلة جدا، كانت طول الوقت قاعدة في أوضتها وفي حالها جدا. بس من أول ليلة رجعت فيها لاحظت حاجة غريبة قوي، حاجة مش مفهومة نهائي، حاجة خلتني افتكر كلام والد وليد. افتكرت كل كلمة عنهم وبالذات الجملة دي: وليد وأمه وراهم مصيبة مستخبية. والحاجة دي اكتشفتها في نفس الليلة اللي حماتي جت فيها من عند اختها. كنت نايمة عادي مع وليد كالعادة وهو نايم جنبي، وفجأة في نص الليل. ولحد هنا استنوني في الجزء التاني.